لكن نكون ويانا. اوكي، هلا بيهم. المفروض يا شباب يعني تكونون متهيئين قبل ربع ساعة، يعني انا من الساعة 8 فاتح الميتنج، ما حد اجى وتقدم طلب انضمام حتى نحل هاي المشكلة. اوكي، اليونيت اللي تبدي الفترة هاي من البرث الى عمر ما يقارب الشهر او قلنا 28 يوم، ما عندنا اشكال يا شباب، يعني خاف راح تقرون مصادر او تشوفون كتب او انا ارسل لكم مصادر راح تشوفون اكو اختلاف، فماكو اشكال، هذا خلوه ستاندر عندكم، هذا هو الاكثر اعتمادا بالعالم كله، انه اليونيت هو من البرث لشهر واحد، الانفنسي الطفل الرضيع، من شهر واحد الى سنه، من شهر واحد الى سنه، شوفوا صار الاختلاف عندنا وين؟ بالورقه اللي قبلها، قلنا لا من يوم الى سنه او من شهر الى سنه. هذا الاصح طبعا يا شباب. هذا هسه المعتمد دوليا، انه الانفنسي ستيج وليس جروب ستيج، انا قاعد اقول هنا ستيج مراحل، هو من شهر واحد الى سنه. عندنا بعدها الايرلي تشايلد هود، الايرلي تشايلد هود هي مرحله الطفوله المبكره. هنا شوف شلون راح نقسمها، التودلر الطفل الدارج تبدا الفتره العمريه من سنه الى 3 سنوات، واضح؟ البري سكول الفتره الزمنيه اللي قبل المدرسه من 3 إلى 6 سنوات، هاي التقسيمات حتى شنو تسهل لنا عمليه دراسه الطفل. اوكي، الميدل تشايلد هود ايضا تنقسم الى اللي هي سكول ايج، تبدي من 6 الى 12 سنه. الليت تشايلد هود مرحله الطفوله المتاخره اللي هي الادولسنت يا شباب، اللي هي يعني كان يكون يعني يقول كاقصى حد لل 18، هي من 13 الى 18. وعندنا مصادر امريكيه تقول حتى لل 21، فماكو اشكال، عندنا مصادر تقول لا من 12 لل 18، فماكو اشكال، ما عندنا اختلاف. واضح لهنا يا شباب، الصوت واضح، عندكم مشكله به، العرض واضح، فيا ريت اذا عندكم مشكله عن طريق رساله حتى اقدر اتواصل وياكم. انا اتمنى من الكل يستفاد. اوكي، ما دام العرض والصوت واضح كل زين. كاراكترستيك اوف نورمال نيو بورن، عندنا هسه خصائص الطفل حديث الولاده، يعني شنو خصائص الطفل حديث الولاده؟ يعني انا الطفل من ينولد عندي في صاله الولاده او في رتحه العنايه بالوليد حديث الولاده، شنو الخصائص مالته؟ انا غير حتى اعرف شنو الخصائص مالته طبيعيه حتى اقول انه هذا الطفل طبيعي او غير طبيعي. اول شيء عندنا اللينث مالته، الطول، زيادة الطول مالته 47 250 to 53 سنتيمتر، يعني هنا هذا الطول الرينج الطبيعي للطفل حديث الولاده. شوف راح اعيد، حديث الولاده، يعني انا من يجي عيد الطفل بصالة الولاده وناخذه للإميديتلي كير المفروض روم، احنا ذن يكون هن نلقاها الموجودات عنده. الويت مالته راح يكون من 2.7 الى 3.8 كيلوغرام، شوف واضح، يعني احنا تقريبا وزنه من 2.5 الى 4، ماكو اشكال، يعني هاي الاختلاف بالبوينتات ما عندنا اشكال، هذا الوزن الطبيعي للطفل من نقيسه بعد الولاده مباشره. During the first few days lost 5 to 10% of his birth weight. هنا الطفل خلال الايام القليله بعد الولاده راح يفقد من 5 الى 10% من وزنه. ليش؟ هذا السؤال لكم بعد المحاضره بالنت بالويب، دوروا شنو ليش يفقد الطفل بعد الولاده مباشره الايام القليله يفقد من 5 الى 10 حتى تعرفون السبب. اللانجو، ما هو اللانجو؟ اللانجو ديستريبيوشن اوف هير اوفر بودي، هو شعر منتشر على كافه انحاء الجسم. اللانجو هو يصحوا له الزغب او الزغابات،
شعر ناعم يصير على الوجه. اذا شايفين مرات يجي الطفل وجهه كله شعر او اكتافه كلهن شعر فماكو اشكال يا شباب، هاي وحده من الخصائص الطبيعيه للطفل. بيرنكس كازيوزا از اتشيز لايك، هي اشبه بماده جبنيه. شلون الماده الجبنيه؟ اشبه بالجبن. يلا وش وايت يعني بيضاء مصفره، ماده بيضاء مصفره. الميليا is a condition in which tiny white papillae occur on nose and chin. واضح؟ الميليا هسه احنا مرات الطفل من يجينا للدنيا راح نشوف عنده بعض الحبوب، شلون اشبه بحبوب حب الشباب؟ هي عباره عن حبيبات صغيره تتواجد وين؟ على الذقن وعلى الانف. ايضا هذا تكون دائما بسبب الهرمونات اللي أخذها الطفل من الأم، فماكو إشكال. أوكي. منغوليان سبوت، منغوليان سبوت البقعة المنغولية، دارك بلو تو بلاك بيجمنت سين اوفر ذا لور باك بوتوك ديسبير ان 1 تو 2 ييرز اوف لايف. عندنا هنا تكون بقع في جسم الطفل وبالاخص بالظهر ومنطقة البوتوك تكون هي زرقاء داكنة الى سوداء، يعني تصبغ أسود إلى أزرق، يكون على ظهر الطفل ويختفي بيوم بسنة إلى سنتين من العمر. هذا أيضا سؤال لكم أريد الجواب مالته، لماذا تكون هذه التصبغات بالطفل وما هي أسبابها؟ بس رجاء أريد سبب مقنع وعلمي، ما أريد سبب تجيبوا لي يعني غير علمي. يعني مثلا واحدة من الطالبات العام تقول استاذ انا بديت اسال عرفت الجواب، الجواب انه المرأة خلال الوضع او خلال الولادة انه هي تدعي بالامام علي عليه السلام، يجي الامام علي عليه السلام يطي دفرة يطلع الطفل، انه من الصحي عليه يجي الامام علي يطي دفرة فتبقى اثر رجل الامام علي بظهره بسبب الضربة. فيا شباب هذا كلام مو مقنع، يعني هذا مو علمي، ماكو هيك كلام، احنا نمشي بالماديات وليس بالغيبيات، اي تفد شيء علمي. اوكي. اللي بعدها كابو ساكسيدينيوم، كابو ساكسيدينيوم ديفيوز ايدموتس سويلينج ان ذا سوفت تيشو اوف سكالب اكر افتر برولونجيت ليبر. هنا يا شباب راح يكون عندنا ارتشاح وذمي متورم في الانسجه الرخوه لفروه الراس، ارتشاح وذمي، شوف وذمي ما قال الدمو، وذمي، عندنا تورم بسبب ارتشاح وذمي بالأنسجة الرخوة لفروة الرأس، وهذا يحدث عادة بعد فترة المخاض الطويلة أو فترة الولادة الطويلة. يعني بعض الأحيان أنتم تعرفون خاصة البرايمي اللي عندها ولادة بولادة متعسرة أو ولادة لأول مرة راح تبقى الأم جاهز 14 ساعة، مو نقول احنا 14 ساعة تطلق أو 5 ساعات أو 6 ساعات. فالطفل احتمال يطلع بس الرأس مالته من قناة الولادة، شوف حتى تتابعون يا شنو السبب، وتبدي الأم تضغط، لأن تعرفون اكو عندنا اليوترس كونتراكشن، تقلصات وين راح تصير عندنا؟ تقلصات راح تصير عندنا بقناة الولادة، فدبت تضغط ويصير الضغط السالب فتخرج هذه السوائل او السيرام بالانسجه الرخوه، فنشوف الطفل شلون اللي عنده قنبوره، شلون اللي مضروب عنده كدمه براسه، فماكو اشكال، هذا ايضا طبيعي. السيفالو هيماتوما صبر يصير هيمورايد سبير ان 4 تو 6 ويك سبونتانوسلي اند نوت نيد تو تريتمنت. هنا راح يكون عندنا نزف بالطبقه تحت السمحاق وتختفي من 4 إلى 6 أسابيع تلقائيا ولا تحتاج إلى تداخل أو علاج. هنا يا شباب
هنا شوف الارتشاح راح يكون عندنا دموي. هنا عادة بعض القابلات أو بالمستشفى يستخدمون الملقط بالولادة، ملقط الولادة يسبب لنا في بعض الأحيان كدم، وفي بعض الأحيان لا، الطفل منين ولد هو يزلق من عندهم، يوقع كان يكون ينضرب بالسرير أو ينضرب بكذا، تصير عنده هاي السيفالوهيماتوما. هاي الصورة اللي أمامكم اللي نشوفها، هذا لطفل حديث الولادة، طبعا هذا الامبلايكال كورد الحبل السري، هاي نقول عليها الكابوت سكسدينيوم، اشوفوها يا شباب شلون كانما عنجوره طلعت له او كدمه موجوده هنا عنده، فهو هذا تصير الحاله للسبب اللي ذكرناه لكم. اوكي يا شباب، ترى أنا الانترنت اللي عندي حقيقه كلش قوي، فاذا اكو تقطع بالصوت فالتقطع من يومكم، انا هسه عندي الصوت كلش واضح ومشغل جهاز اخر فصوتي كلش واضح ومفعل الانترنت جدا ممتاز على مودكم، فيا ريت تعالجون السبب يمكن مو يمني ترى السبب. الصورة اللي بعدها راح نشوف الفرق ما بين الكابوس سكسيدينيوم والسيفالوهيماتوما. الكابوس سكسيدينيوم شوف حاط لكم اياه باللون الازرق، هذا اديماتاس، يعني هنا أدم وذمة، نقول مثلا بهالمعنى هذا وذمة ارتشاحية، بينما هنا السيفالوهيماتوما لا دمويه، هذا الارتشاح هنا دموي، هنا الارتشاح لا سوائل للجسم. اللينث ميجرمنت قياس الطول للطفل الرضيع او الطفل حديث الولاده، شوف قلنا اللينث ما قلنا الهايت، قلنا اللينث الطول، الطول للطفل دون السنتين، الهايت ناخذه للطفل بعد السنتين باعتبار يقدر يوقف. هذا الهايت نستخدمه للطفل بعد السنتين. هاي اذا تشوفون الصوره جدا واضحه امامكم. هسه الصوره واضحه امامكم لو مو واضحه الصوره؟ يعني هي من ضمن ترى العرض الباوربوينت فالمفروض تطلع. بس اخاف الانترنت عندكم شوي ضعيف ويحتاج لفتره يلا تحمل. بس انا بالجهاز الثاني مبينه عند الصوره يا شباب. بس ظاهره امامكم الصوره بالعرض؟ ممتاز 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 ممتاز. اذا يا شباب اكو عندكم مشكله بالانترنت، عندكم ضعف بالانترنت، ضعف الانترنت هو هذا اللي يسبب المشكله. وانتم حقكم طبعا، هذا حقكم انه التعليم الالكتروني دخيل علينا جديد وما عندنا ذيك البنى التحتيه القويه حتى ننجحه، فايش نسوي يا شباب؟ نتحمل، يعني انا هم وياكم. انا اتمنى ارجع للقاعات لكن شو نسوي؟ هو هاي تعليمات جامعه، تعليمات وزاره، واحنا لازم ننفذها. اوكي. يا شباب هسه نشوف هاي الميليا اللي تطلع عند الطفل. هاي اللي قلنا اللي هي عبارة عن حبيبات صغيرة كأنما هي حبيبات حب الشباب، هذا بسبب الهرمونات اللي أخذها من الأم مثل ما ذكرنا. هذا اللانجو قلنا الشعر ديستريبيوت اون اوفر بودي اور اول بودي، هذا فهذا يتساقط بعد فترة. هذا دارك بلو تو بلاك، هذا المانيجوليان سبوت، اريكم تعرفون شنو السبب واريد جواب مقنع بالمحاضرة القادمة ان شاء الله، انه واحد يقول لي استاذ هذا الجواب العلمي، بس مثل ما قلت لكم لا احد يقول لي سالفة انه تنخت بالامام علي عليه السلام وكانت هذه النتيجة، يعني رجاء نبتعد عن هذه الامور. الهيد سيركمفيرنس جدا مهم عندنا، الهيد سيركمفيرنس جدا مهم عندنا. الهيد سيركمفيرنس 33 to 37 سنتيمترز. احنا عندنا مهم قياس
محيط الرعش، لأنه في بعض الأحيان يجي الطفل عنده تشوه خلقي بالدماغ. يعني شلون تشوه خلقي بالدماغ؟ يا أما يكون حجم الدماغ انسفالي صغير، أو أصلاً ماكو دماغ، أو الدماغ مالته كبير، أو مثلاً بارتشاح لسائل السي اس اف. فهاي كلها أسباب. فإحنا لازم نعرف إذا قد حجم الرأس الطبيعي حتى نتابعه، لأنه مثلاً الطفل إجا كان يكون محيط الرأس مالته 35، لكن بعد أسبوع أو أسبوعين وصل فوق ال 45 أو 43. فأنا ابنها لازم أخلي علامة استفهام، ليش يابا هذا الرأس قاعد يكبر عندي؟ إذا عندي مشكلة وين؟ بالبرين. الفونتينالز، اليافوخات are opening، اليافوخات تكون هي مفتوحة، اليافوخات تكون مفتوحة لأنه غضروفية. فائدة اليافوخات يا شباب، هسه إن شاء الله عرضها يكون بالصورة تشوفون. فائدة اليافوخات هي تسهل عملية الولادة، مو لأنه هاي تصير عبارة عن فتحات ما بين عظام الجمجمة، اليافوخات فتحات ما بين عظام الجمجمة. عند الولادة من احنا نجي نسوي assessment راح نلمس هنالك فتحات ما بين العظام تصير سوفت. فعندنا نوعيتين من اليافوخات، عندنا anterior fontanel وعندنا posterior fontanel. عندنا اليافوخ الأمامي واليافوخ الخلفي. بس خلنا أقبل زملائكم للانضمام. اوكي يا شباب، الانتيريور فونتينال راح يكون الحجم مالته فروم 3 تو فروم 2 تو 3 سنتيمتر بالودث مالته، كلوز ات 12 تو 18 مونث، بينما البوستيريور فونتينال كلوز ات 2 تو 4 مونث. يعني اليافوخ الخلفي راح يكون بالانغلاق اسرع من اليافوخ الامامي، يعني راح يتعظم، راح يبدي يتعظم وتبدا الدروس عنده وتنتهي الامور. اوكي، هذا الهيس سيركونفرنس بهالطريقه نقيسه. لازم عندنا تكون متره، هاي المتره متره القياس. شلون متره القياس مال الخياط بالضبط؟ هي نفسي راح تشوفون ان شاء الله من الدوام بالمستشفى شلون راح يستخدموها لقياس محيط الراس. اوكي، تشيست سيركونفرنس هنا قلنا الطبيعي عندنا من 30.5 الى 33 سنتيم، واضح؟ هذا حجم الصدر الطبيعي. هنا حجم الصدر راح يكون عندنا قبل السنة أو بعد الولادة مباشرة راح يكون أصغر من حجم محيط الرأس. هذا طبعا طبيعيا، هاي من ضمن الخصائص الطبيعية للطفل حديث الولادة. The bones soft، تكون soft طرية. The muscles smooth and small. The movement are random and uncoordinated. الحركات اللي الطفل الحديث الولادة تكون عشوائية وغير متناسقة وتلقائية أيضا. النورمال هارت ريت فور تشيلدرن، ذن لازم نعرف يا شباب حتى نعرف انه الطفل هل هو بالمسار الصحيح ام لا. النيو بورن بيبي، شوف هنا نيو بورن، هاي المرحلة راح تكون دقات القلب من 100 الى 170، من 100 الى 170، نعم من 100 الى 170، لان الطفل في طور النمو السريع فيحتاج الى دقات قلب كثيره حتى يوصل الدم ويوصل الغذاء الى كافه الخلايا. الانفنت لحد العمر سنتين راح يكون النبض مالته الطبيعي من 80 الى 130 بالدقيقه.
بينما الطفل اللي من عمر 2 إلى 6 سنوات راح يكون من 70 إلى 120، وبعدها من 6 سنوات إلى 10 راح يكون من 70 إلى 110، وبعدها من 10 إلى 16 راح يكون 60 إلى 100. شوف بدأ يتباطأ النبض تدريجياً. ليش؟ أول شيء حجم القلب راح يبدأ يزداد، النمو راح يقل، لأنه إحنا قلنا الطفل من ينولد عمره الوزن مالته العفو كان يكون 3 كيلوات، لكن بالست أشهر قد راح يكون؟ بعد مرور 6 أشهر لا أكثر يضعف، بالسنة يزداد أيضاً. يعني إذا وزنه عند الولادة 3 بالست أشهر راح يكون 6، بالسنة راح يكون 9. هذا الرينج وهذه السرعة ما راح تستمر، راح تبدأ تقل تدريجياً إلى أن توصل مرحلة الاستقرار. Respiratory rates، معدل التنفس لدى الأطفال الحديثين الولادة، يكون أقل، اللي أقل من سنتين راح يكون عنده من 50 إلى 60 نفس بالدقيقة. واضح؟ عمر شهرين إلى سنة راح يكون من 40 إلى 50. طبعاً هذا المعدلات نفس الأسباب اللي ذكرتها تتحكم بها بالنبض. من شهرين إلى سنة قلنا 40 إلى 50 نفس بالدقيقة، من سنة إلى 5 سنوات راح يكون أقل من 40 نفس بالدقيقة، وهذا أيضاً يتباطأ إلى أن يستقر عند البلوغ. أيضاً هكذا يكون قياس chest circumference بهذا الصورة اللي ظاهرة أمامكم. اللي عنده شوية انترنت ضعيف تتأخر يلا تظهر عنده. محيط الرأس أكبر من محيط الصدر، فهاي خلقة ربانية. يعني هذا الشيء مو من عندي مثلا، هاي خلقة ربانية، الاعتراض على حكم الله سبحانه وتعالى. واضح؟ وبعدين هو الصدر غير متطور هنا، يعني ما عنده ذيك الهيكلية ولا الأضلاع مالته متعظمة، الكبر كله للدماغ. سنسنس، الأحاسيس أو الحواس، راح نبدي بالتاتش، اللمس، راح تكون عنده highly developed of other senses. هنا اللمس مالته راح يكون متطور، السايت، الرؤية من باوع على عيون الطفل راح تكون blue or grey at birth. يعني شوف الطفل أغلب الأحيان من يجي للدنيا نباوع على العيون مالته هي من زرقاء إلى رصاصي. نشوف خطية الأهل كلهم يكيفون أبدأ الفرح، إجانا الطفل هذا عيونه ملونة، لكن لا، هذا مو صحيح. بعدين يطلع اللون الحقيقي. أي طفل من يجي تجي عيونه مغوشة، هذا يا شباب بسبب السوائل اللي موجودة، بسبب البيئة اللي كان عايش بيها الطفل. وأيضا نقول eyes only half open، العيون مالته ما يكون مفتوحة بالشكل كامل، بينما تكون هنا للنصف مثل ما أنا ذاكر لكم بالمحاضرة. هسه اللي عنده طفل بالبيت هسه راح يتذكر ذني كلهن يشوفن يصيرن أمامه، كلهن هسه من يراجعهن وعنده طفل بالبيت كلهن راح يشوفن. الهيرنج because the presence of a fluid in the external auditory the newborn cannot hear until the first cry. الطفل ما يقدر يسمع لأنه وجود السائل داخل الأذن الخارجية، لكن بعد أول بكاء وتنظيف الطفل راح يبدي يسمع الطفل. التست is more than sight and hearing، يعني تكون هنا متطور أكثر من الرؤية والسمع. She or he accept sweet and resist to acid، هنا يقبل الطعام الحلو ويرفض الحامض. طبعا هذا هو يعني رد فعل مبرمج بالدماغ موجود، يعني مو بيدنا احنا. smell breast milk and reach the nipple، تكون حاسة الشم كلش متطورة عنده، وهذا هو اللي يساعده بالعثور على صدر الأم ومن ثم الرضاعة. Apgar scoring of a newborn، Apgar score of a newborn. حقيقة يا شباب أنا الطفل
بعد الولادة يا شباب أنا ترى قاعد أقبل هسه كل شوية هذا التوقف مالتي بالمحاضرة كله على مودكم، أجي أشوف طلبات القبول، هسه ما عندي طلب قبول لحد الآن، وهي أسماءكم أمامي، من يجي اسم أنا تلقائيا بالله شاهد بدون ما تقولوا له رأسا أقبلكم، فما عندي تعطيل للطلاب، ما عندي تعطيل للطلاب يا شباب. أوكي نكمل. صار على كيفي على كيفي، انا على مودكم صار، لانه كل طلاب يقول استاذ احنا مكنكين على الموبايل وراح يخلص رصيدنا، فانا استحير بيناتكم امشي بسرعه شويه بطيء، فهسه راح اسويها متوسط لا سريع ولا بطيء، صار ادلله ما يخالف. اوكي يا شباب اعيد الحواس ماكو اشكال. بالنسبه للطالبه اللي تسال تقول استاذ شنو هذا السائل اللي يدخل بالاذن الخارجيه؟ هنا يعني الامنيونتك فلويد اللي هو السائل السلوي نفسيته، نعم السائل السلوي يا شباب، السائل السلوي يعني يا سائل هو، مو قلنا لكم بعد الولاده مباشره اللي انا اقصد. والاول صرخه احنا قلناها اكيد هي بعد الولاده اللي انا اقصدها، فهو الامنيونتك فلويد او السائل السلوي. التاتش يكون متطور جدا أكثر من باقي الحواس، والسايت مالته يعني الرؤية أو النظر مالته من نجي للعيون مالته راح نشوفها زرقاء إلى رصاصي عند الولادة بسبب الاحتقان بالسوائل والبيئة اللي كان عايش بيها. العيون تكون مفتوحة للنصف ما تنفتح كاملة. الهيرنج قلنا بسبب وجود السائل في الأذن الخارجية ما راح يقدر يسمع، لكن يقدر يسمع بعد أول صرخة. التذوق مالته راح يكون متطور اكثر من الرؤيه والسمع، ويتقبل اللي طعمه حلو ويرفض اللي طعمه حامض. السميل او الشم تكون ايضا متطوره عنده، راح يشوف هنا سميل بريس ميلك، راح يبدا يشتم حليب الام، وهذا هو اللي راح يدلي على مكان الثدي. واضح يا شباب؟ ابقار سكورينج اوف نيو بورن، يعني انا من اجاني الطفل بعد الولاده مباشره شلون اقدر اقيمه؟ اعرف هل انه هذا الطفل طبيعي او مو طبيعي، محتاج عنايه ما محتاج عنايه؟ كان يكون اني ممرض او ممرضه في ردهة العنايه بعد الولاده للطفل، طبعا انا شلون اقيم الطفل؟ اجي بس اباوع له مثلا؟ فالعلماء والمنظرين والاخصائيين ابتكروا
فد ميجر مقياس يقيس لنا مدى الحالة الصحية للطفل، وهل هو يحتاج إلى عناية خاصة أو لا. أبقار سكور متكونة هي من عدة كلمات، الـ A الأبيرنس المظهر، والـ P البالس، والـ G الكرايمس التجهم، والـ A الأكتيفيتي طبعا المصل نقصد هنا به، وهنا الكرايمس للريتابلتي التهيج أو الاستجابة للستيمولايشن، respiration هنا. The Apgar score is a major، هذا تعريفه. Apgar score هو major of a newborn transition from the uterus during the first minute. شوف هنا أكدوا عليه، during the first minute after birth. إذن هو مقياس يستخدم للطفل بعد الولادة، من انتقاله من الرحم إلى بعد الولادة، أول دقيقة بعد الولادة. Is a method of evaluation the condition of newborn at 1 minute and at 5 minutes after delivery. هنا الترتيب شلون راح يكون؟ هو طريقة لتقويم، تقويم بمعنى التقييم، نقيم حالة الطفل حديث الولادة بأول دقيقة وبعد 5 دقائق من الولادة حتى نعرف الطفل ماذا يحتاج. هسه هاي الصورة اللي ظاهرة أمامكم، هنا شوية الكلمات راح تختلف عندكم، بس هي ترى نفس المعنى. نجي هذا السكور الساين العلامة 0 1 2، شو يظهر عندنا؟ نطي رقم. يعني هناك راح تشوفون بالتشارت مالت الطفل نفس هذا الترتيب، وإحنا نبدأ نطي الدرجات. نجي على الهارت ريت، إذا كان absent غير موجود إيش نكتب له؟ 0. إذا كان موجود لكن less than 100 beat per minute نطي 1، over 100 نطي 2. respiration rate شوفون هنا absent نطي 0، slow irregular wake لا نطي 1، good cry نطي 2. يعني أنا من أنطي درجات اعتمادا على الموجود، اعتمادا على العلامات اللي موجودة عند الطفل الرضيع. muscle tone قوة العضلات، flaccid extremities يعني أنا أجي للطفل ألقاه مرتخي، flaccid يعني ذا بروح الطفل أشيل إيده أهدها توقع، ما بيفي شيء من أجر القدم مالته أو الساق مالته أو اليد مالته أو الذرع مالته، ماكو أي مقاومة، flaccid مرتخي. انطي 0. some flexion بعض الثني يعني من اجر ايده يثنيها شويه، جرها هو اكو فد مقاومه، انطي 1. والفلكسد لا اعطي 2، يعني اكو انثناء قويه. شوف الطفل هسه من الازمه ان شاء الله بالعمل راح تشوفون من الازمه من الساق مالته وابدي اجر اكو مقاومه يرجعها، او الازمه مثلا من الذراع مالته او من اليد او من الساعد اجره لا يبدي اكو فد مقاومه. ريفلكس الريتابلتي منعكس التهيج، ان شاء الله هذا بعدين ناخذ شلون نسوي ستيموليشن للطفل، مو عبالكم مثل قبل نلزم الطفل ونضربه على ظهره بكل قوتنا لحد ما نشوفه يصير عنده استجابه له، هذا شيء غلط. بعدين هذا سوى لنا مضاعفات كثيره للطفل حتى تصل الى الشلل. اول شيء نو ريسبونس نعطي 0، كرايمس اكو تجهم يعني انا من اسوي له ستيموليشن كان يكون بالسول اوف فيت بباطن القدم راح اشوف انه تعابير وجهه تتغير، اعطي هنا 1. بينما لا يبدي يبكي نعطيك نعطي رقم 2. ايضا للكلر، الكلر هنا جدا مهم عندنا اللي هو هناك من اخذناه سابقا الابيرنس بيل سنترال ساينوسيس شاحب وازرقاق مركزي يعني بكل الجسم مالته، ايش نعطي؟ نعطي 0. الطفل عبارة عن قطعة زرقاء. Pink and peripheral sinuses هو وردي لكن الأطراف مالته زرقاء. هنا راح نعطيه 1. إذا شفنا الطفل كله بينك لا هنا نعطيه رقم 2 يعني ما عنده إشكال. What does the Apgar score mean؟ ماذا يعني
ابقار سكور ايش يعني لنا؟ زين احنا طلعت لنا الدرجات، انا من طلعت للدرجات غير لازم انه اجي افسر. انا من تطلع عندي درجه، طلعت عندي درجه بالنهايه، اوكي سويت للتقويم للطفل وطلعت عندي درجات، شلون ابدا النوب اقيم؟ اذا راح نقيم على ضوء الدرجات اللي عندنا موجوده. If the score between 7 to 10, it usually means he or she is good condition and doesn't need more than routine post delivery care. شوف هنا ندقق شويه بالعباره. اذا كان الرينج مالتنا مال الابقار سكور، مجموع الدرجات اللي حصل عليها الطفل بالابقار سكور من 7 الى 10، فعاده هذا الطفل او هذه الطفله في صحة جيدة أو في حالة جيدة، وهي لا تحتاج أكثر من العناية الروتينية في الرجل. واضح؟ إذا كانت درجة الأبقار سكور من 7 إلى 10، عادة هي أو هو للطفل حالتهم جيدة ولا يحتاجون أكثر من العناية الروتينية بعد الولادة. بينما if your baby score between 4 to 6, he or she may need to some help breathing. It could mean giving him oxygen. يعني إذا الطفل حصل من 4 إلى 6 نقاط، هنا معناها الطفل يحتاج إلى بعض المساعدة. مثل إيش؟ يعني كان يكون الأكسجين، إعطاء الأكسجين، أو تنظيف الفم من السوائل، أو الأنف منظف من السوائل، لا أقل ولا أكثر. If your baby score 3 or less، إذا كان الطفل 3 أو أقل، he or she may need to immediate life saving measure such as resuscitation. عفواً resuscitation أكيد أخذتوها بالأساسيات التمريض في العام الماضي. يعني الطفل إذا كان السكور مالته 3 أو إذا أقل، هنا يحتاج إلى عناية سريعة مباشرة لإنقاذ حياته، اللي هو الإنعاش القلبي الرئوي resuscitation. الإنعاش القلبي الرئوي. Newborn reflexes، المنعكسات أو منعكسات الطفل حديث الولادة. Newborn reflexes، هذه المنعكسات يا شباب هي ردود أفعال عصبية. يعني بهالمعنى ردود أفعال عصبية. خلينا نشوف أنا إيش كاتب لكم هنا بالمحاضرة شنو معرفة. Reflexes are involuntary movement or actions. المنعكسات هي حركات لا إرادية أو أفعال. Sub movement are spontaneous. بعض الحركات تكون تلقائية أو عفوية. Occurring as part of baby usual activity. تحدث كجزء من نشاط الطفل الاعتيادي. تحدث كجزء من نشاط الطفل الاعتيادي. Other are responses to certain action. والبعض الآخر تكون استجابة لبعض الأفعال. استجابة لبعض الأفعال. يعني أكو عندنا ردود أفعال هي موجودة بنشاط الطفل اليومي، وبعض الأفعال لا، تكون نتيجة لأفعال خارجية. هسه راح أجيها بالتفصيل وراح تكمل الصورة عندكم. Reflexes help identify normal brain and nerve activity. هو هاي النقطة المهمة، انه المنعكسات تساعدنا كاحنا اختصاص طبيين او كممرضين، تساعدنا بالتعرف هل انه الدماغ والجهاز العصبي الطرفي هل هو بحاله صحيه جيده او لا، هل هو نورمال اور اب نورمال. اذا الغايه من التعرف على المنعكسات هو التعرف على مدى عمل العمل الطبيعي للدماغ والجهاز العصبي بشكل عام. Some reflexes occur only in a specific period of development. بعض المنعكسات تحدث في فترة معينة من التطور، يعني بعدها تروح. عندنا منعكسات تصير في فترة معينة للطفل وتروح، كان يكون أول سنة أول سنتين بعدها تختفي المفروض. The following are some of normal reflexes seen in newborn. خلينا نشوف
بعض من المنعكسات اللي نشاهده بالطفل أحاديث الولادة. هذا تقسيم جدا بسيط، وأكو تقسيم أكثر إذا تحبون تطلعون على مصادر، هذا تقسيم مختصر خلينا نقول، وإن شاء الله بالعملية تأخذوه بالتفصيل أكثر. الموتور ريفلكسز، المنعكسات الحركية مثل المورو ريفلكسز، كراسبنج ريفلكسز، والستيبنج ريفلكسز. مثلا عندنا الموتور، احنا قلنا الكراسبنج اللي هو المورو باسم العالم مالته، كراسبنج اللي هو المسك، الستيبنج اللي هو الوقوف، بريمتيف ريفلكسز اللي هي المنعكسات البدائية، بريمتيف ريفلكسز المنعكسات البدائية مثل الروتنج، الروتنج اللي هو الانعطاف أو الاستدارة للطفل، أيضا نأخذها إن شاء الله وراكم إياها بالصور. بروتكتيف ريفلكسز المنعكسات الوقائية، المنعكسات الوقائية مثل إيش المنعكسات الوقائية اللي هي مثل سنيزنج، العطاس، بلينكينج، الرمش أو الترميش، طفل من يبدأ يرمش بعينه من something near to eye start blinking، طفل من يقترب فشي غريب من عينه يبدأ يرمش، هذا طبيعيا. والجاجينج اللي هو التهوع يصير عند الطفل، هذا رد الفعل التهوع، هذا أيضا من ضمن المنعكسات اللي يصير عند الطفل. بس إن شاء الله أراكم إياها بالتفصيل بالصور. اوكي انا هسه قبلت اللي موجودين هسه، ما اعرف ماكو طلبات قبول، بس طالبه واحده. رابط الحضور يا شباب رجاء على الايميل الجامعي، تدخل للكلاس، انا نزلت لكم الرابط تلقائيا من البارحه مبرمجه، نزل لكم الساعه 8:30 للساعه 10:30، تقدرون تطبون عليه بالايميل الجامعي وتسجلون الحضور. هذا السؤال المتكرر حتى يصير معلوم لدى الجميع. بالنسبة لسؤال الطالبة تقول شنو استاذ هاي الار؟ هاي الار يا بنتي اختصار للرفلكسز، موتور رفلكسز، هذا مورو رفلكسز، مو كراسمينج رفلكس، هذا رفلكس، الار اختصار للرفلكس يعني منعكس، منعكس مورو، منعكس المسك، وهكذا. واضح؟ بالنسبة للإيميل الجامعي يا شباب، أنا سويت لكم على الجوجل فورم الإيميل الجامعي حصرا، هو راح تخلون به الحضور، ما تقدرون تسجلون بغيره. واضح؟ ما تقدرون تسجلون بغيره، وأنا هسه عندي ردود طلاب هواي سجلوا حضور يا شباب. يعني ما أعرف أتعجب من تقولوا لي الإيميل الجامعي ما قاعد يسجل حضور. عندي طلاب سجلوا حضور بالإيميل الجامعي. واضح يا شباب؟ وإن شاء الله يا شباب محلولة، هسه إن شاء الله اليوم بداية خير، محلولة، هاي كلها محلولة. خلنا نكمل المحاضرة يا شباب، وش عندكم سؤال بكم خير وتدللون، ما قصروا وياكم إن شاء الله، بس خلنا نكمل المحاضرة. أسئلتكم أعرفها كل شيء هواي، وحقكم، هذا حقكم، إحنا هذا واجبنا. أوكي. هذا المورو رفلكسز، واحدة من الطالبات تقول أستاذ شنو معنى المورو؟ المورو هو باسم العالم اللي مكتشفه يا بنتي، باسم الطبيب العالم اللي اكتشفه، المورو هو باسمه مورو رفلكس. المورو ريفلكس نشيل الطفل من ايديه اثنيناتهن ونرفعه شويه عن الرفعه عن الفراش ونهده مفاجئ، راح نشوف الطفل يفتح ايديه والاصابع مال تصير على شكل سي شيب بهاي الحركه. هاي المفروض بالعمليه تاخذوها بالتفصيل باذن الله، واذا ما اخذتوها بالتفصيل تعطوني خبر انزل لكم فيديو باذن الله، واذا انفتح الحظر عنا ان شاء الله من نروح للمستشفى كلها اجربها لكم وخليكم انتم ايضا تطبقوها. هذا المورو ريفلكس. امر اخر، تقدرون تدخلون على الانترنت وتكتبون الاسسمنت اوف ريفلكسز نيوبورن ريفلكسز، راح يطلع لكم اياها بالتفصيل. ذكرت انا واحد من المنعكسات الروتنج، هذا الروتنج، بس اسمعوا لي، هذا الروتنج من اسوي ستيميوليشن على الشن على الخد مال الطفل،
الطفل راح يندار تلقائيا باتجاه الاصبع، يعني مثلا وين الاصبع هو ما تشوف هاي اول شيء هنا، من اسوي له ستيموليشن هنا، هو راسه راح يدير وتو يبدا يرضع. طبعا هذا ايضا منعكس، هذا منعكس السكنج، انا ما ذاكره، انا قلت لكم هذا مختصر، هذا منعكس السكنج. هذا الكراسبنج، شوفوا الطفل شلون لازمينه، هذا كراسبنج، هذا كراسبنج. نفس هاي الحركه، واقدر ارفع الطفل شوي لي فوق بحيث احس الظهر مالته رفع عن السرير واهده مفاجاه، راح يصير عندي المورو ريفلكس اللي هو بهاي الصور، شوفوا هذا المورو ريفلكس، ابدكشن اند ريفلكشن، ابدكشن اند ريفلكشن. هسه ان شاء الله من تدخلون على الانترنت باليوتيوب راح تلقوه كله موجود، وان شاء الله بالعمليه تاخذوه. هذا هنا يسمونه التونيك نيك ريفلكس، تونيك نيك ريفلكس. شوف الطفل هنا وين ما ندير وجهه يبسط اليد اللي بنفس الاتجاه، يعني من اخلي اتجاه الوجه باتجاه اليمين راح يبسط ايده اليمين، من اخلي اتجاه الوجه او الراس باتجاه اليسار راح يبسط ايده اليسار، وهكذا. يا شباب هاي المنعكسات كلها تدل على صحة الدماغ والاعصاب، واضح؟ حتى تكون واضحة لدى الجميع. شوفوا الكراسبنج. هسه اذا عندكم اليوم طفل بالبيت بعد صغير، بس جيبوا اصبعكم وخلوه بين يدي، شوف شلون راح يكمشكم، والمسكه مالته طبعا قويه بحيث تكاد انه يشيلون الطفل من عنده. هذا الطفل حديث الولاده، وهي تستمر لفتره بعدين تنتهي. لهنا أنا يا شباب محاضرتي اني انتهت، ما عندي شيء وياكم. هسه اشوف شنو اسئلتكم، ايش عندكم اسئله انا مستعد هسه اجاوبها. خلينا نشوف ايش عندكم يا شباب. نور، يا نور، نور بالنسبه للحضور قلت لكم تدخلون على كلاس او على هذا اللي انا نزلت الرابط حصرا بالايميل الجامعي، حصرا بالايميل الجامعي. من تدخلون بالايميل الجامعي راح تنفتح عندكم الفورمة وتسجلون حضور. هسه ابدي بنتي تحتاجين الى اذن، انا فاتح الاذن لكم كلكم، واكو طلاب هاي قاعد تصعد هسه عندي، هسه انا هالفورمة فتحتها، هاي عندي طلاب مسجلين حضور يا بنتي، يعني ما معقوله بس انتم اكو فد مشكله عندكم، something wrong. لازم شو تسوون؟ تسوون تسجيل خروج من ايميلك هذا الشخصي، تسوون يا شباب مو عندكم فد شغله ما قاعد تعرفوها، تسوون تسجيل خروج من الايميل الشخصي وتدخلون بالايميل الجامعي، يلا يقدر يدخل. هسه انتم عن طريق الايميل الشخصي قاعد تدخلون، فهذا ما يصير، واضح؟ صار عندي طلاب مسجلين حضور. عندي طلاب مسجلين حضور مثل زهراء، مردان، فاطمة، هادي، فاطمة ناصر، زينب، وكلها بالإيميلات الجامعية، لأن أنا مسوي على الإيميل الجامعي، عندي 120 طالب مسجل حضور. يعني هل من المعقول من أصل 120 يا بنتي بس أنت ما مسجلة؟ صح لو لا؟ مو؟ 120 طالب مسجل أنا هسه حاليا عندي حضور، فالمشكلة عندك يا بنتي. فمثل ما قلت لك تسوين تسجيل خروج من الإيميل اللي أنت هسه حضرتك داخلة به الشخصي، وسوين تسجيل دخول بالايميل الجامعي والسجلين حضور حتى ما يروح عليكم هذا اليوم غياب. خلينا نشوف بعض من الاسئله. ماكو اشكال، احنا راح نحل هاي المشكله مالت الايميل الجامعي والايميل الشخصي. انا البارحه حقيقه جربت، ردت ادخل بالايميل العادي ما رضى، فجبت ايميل جامعي يلا دخل، فما اعرف اكو فد مشكله، ما اعرف او الايميلات ما اعرف بيها مشكله او ما مرتبطه بالجوجل ميت، كلها ان شاء الله محلوله. اعطيت خبر الى رئيسه القسم وان شاء الله هاي تنحل. احنا وياكم وضدكم، احنا شنو اللي يناسبكم وشنو اللي اكثر فائده لكم احنا ان شاء الله نسوي. احنا قلت لكم للبدايه بتعاوننا معا ان شاء الله يتحقق النجاح للجميع. من عنده سؤال خليه اذا يحب يسال، اللي يحب يفتح الميكروفون او يرفع ايده لان اكو عندكم علامه اليد او الكف، اللي يحب يرفع ايده ما عندنا اشكال، رفع اليد اكو فد علامه موجوده عندكم بالشريط.
حتى اشوف من اللي رافع ايده او اللي يحب يسال بالتشات. بالنسبه للمحاضره يا شباب، بالنسبه للمحاضره يا ريت يجيني احد الطلاب غدا للمعهد، انا موجود، يجيب لي قرص فارغ وانطيه المحاضرات حتى هو يرتبهن، يريد يرتبهن وورد، يريد يرتبهن باوربوينت، حتى انطيه هذا الباوربوينت ونمشي عليه. بس انا شنو اجدد بين فتره وفتره اغير، يعني حتى انتم تمشون على التغييرات اللي انا اسويها. ما عندي اشكال المحاضرات انزلها، هذا من حقكم، المحاضره تقروها قبل لا تبدون بها. بعرف عندكم اكيد انا راح اسجلها المحاضره وانزلها لكم، ما عندي اشكال. اوكي صار الدليل بسيط، سهله سهله.